نائب ضابط يستغل منصبه العسكري ويوقع منتسب أمني في ورطة. فبعد حادثة نجلاء وبيداء هناك واقعة جديدة صادمة ضجت بها منصات التواصل الاجتماعي والشارع العراقي برمته. فما هي الحكاية؟ المنتسب واسمه فرحان ظهر بمقطع فيديو وهو يشكو مظلوميته على مسامع العراقيين ووزارته وعلى رأسها السيد الوزير بعد أن تعرض إلى الجور والظلم على حد قوله. من قبل من؟ من قبل نائب ضابط يدعي أنه يعمل في استخبارات الفرقة الثامنة. كيف؟ وما هي التهمة؟ دعونا نستمع للرواية معا من على لسان المنتسب، وبالتأكيد حق الرد مكفول. أن المقاتل فرحان نعم عذاب من فرقة الثامنة كتيبة النقلية السرية الثانية، مناشدة إلى وزير الدفاع المحترم، أنا أذنك بالأبوية، أنا أذنك بالحسن والحسين لكون صاحب جهال وصاحب عائلة، 9 أشهر قاطعين راتبي ومشكلين بيها مجالس تحقيقية ومدخلين هروب بسبب أخبار كاذبة من قبل نائب ضابط اللي هو مندعي نفسه بالاستخبارات مال الفرقة الثامنة. وصل أخبار كاذبة إلى قاعة الفرقة الثامنة وقطعوا راتبي 9 أشهر، 9 أشهر راتبي مقطوع بسبب أخبار كاذبة ومشكلين بيها مجالس تحقيقية ومدخلين هروب. وعندي 7 أطفال، 7 أطفال ومنهم أحد معوق. العلاج مالته كل شهر ادفع ورقه. 9 أشهر راتب مقطوع من قبل اخبار كاذبه، واناشد وزير الدفاع المحترم يتدخل بقضيه الفوريه. اخبار كاذبه ارسلت الى قائد الفرقه دفع ثمنها فرحان بدءا من المجالس التحقيقيه واتهامه بالهروب، وكان الجزاء والثمن بايقاف راتبه منذ 9 أشهر عقابا على تهمته، ويقول انه بريء منها. فرحان أب ل7 أطفال وواحد منهم من ذوي الاحتياجات الخاصة، ويتطلب أجور علاج باهظة التكلفة بالإضافة إلى احتياجات عائلته الكبيرة. صرخة الجندي وجهت إلى وزير الدفاع ولاقت رواجا وتفاعلا وعدد من الكومنتات، اخترنا لكم نماذجا منها. وهنا تعليق لحمودي ابن العراق يقول في تعليقه: مع الأسف الجندي العراقي البطل هذا حاله، حسبي الله ونعم الوكيل، على كل ظالم ما يخاف الله. لو أكو قانون صارم ما كان صار اللي صار بحق المنتسبين. يوميا واحد مشتكي وعليه مظلومية، وما خفي كان أعظم خطية. شنو ذنبه؟ رجال كبير بالعمر وعنده 7 جهال وقاطعين راتبه، الله أكبر. تعليق من رشيد عماد يقول: والله كارثة، ماكو إنسانية. الفرقة الثامنة مع احترامي للزينين اللي بيهم بس شوهت سمعة الجيش، اش كثر بيها مصايب وطلايب بسبب الظلم والجور. لا حول ولا قوة إلا بالله، والله بتليفون واحد من يم نجلاء تنحل مشكلتك بلا شك، والله يظهر الحق. تعليق من عائشة سلطان تقول: تحياتنا لأبطال العراق قواتنا الأمنية، بس من يقول اللي تحكيه صحيح؟ هاي نسخة منه إلى وزارة الدفاع، والسيد الوزير ابن الأصول وشايل همة وغيرة وأكيد ما يقبل الظلم. فتحوا مجلس تحقيقي، وإذا كان بريء رجعوا راتبه، وإذا كان العكس يستاهل. تعليق من سلمان العنزي يقول: أغلب الجيش مظلوم ومحروم ومسلوب الحقوق، هاي بيا زمن احنا كل يوم سالفة وفضيحة شكل ضد الجندي المقرود، هذا جزاء حامي الوطن، ليش هيك؟ المفروض هذا نائب الضابط ينتقد أو يتقدم إلى المحاكم العسكرية وينال جزاءه العادل، ومتأكد أن الوزارة ما راح تقصر.